يعني ايه يا حضرة الضابط؟ انت عاوز تجوز اخوك في السر؟ لا هو في الحقيقة يعني مش في السر قوي. يعني ايه مش في السر قوي؟ هي دي مسائل محتاجة انصاف حلول؟ الجواز يا علنا يا في السر، في السر يبقى حرام. ما هو احنا يعني انا ويحيى يعني فكرنا في حل زي ما بيقولوا كده يرضي جميع الاطراف. ووصلتوا بقى ان احنا نيجي على الدين. لا طبعا يا دكتور، احنا ما نقدرش نيجي ناحية الدين والحلال والحرام. امال ايه اللي بتقولوه ده؟ ما دام ابو وجيه هيتجوز كده كده بدل ما نتفضح يعني وتبقى كارثة وما نلاقيهوش، ما يتجوزها ومش في السر بعلمنا، بس مش بعلم الناس كلها، يعني يتجوزها بس بهدوء. انا وشاهين فكرنا ولقينا ان الحل ده كويس جدا، بس القرار الاخير لحضرتك وسياده المستشار وطبعا رحيم براحته. وكده بقى نبقى وصلنا لحل وسط ويبقى فكرنا بالعقل في نفس الوقت، ولا ايه رايك يا سياده المستشار؟ والله سياده المستشار مش عارف يقول ايه بالظبط. لا سيادتك لازم تعرف، ومش تعرف هتقول ايه، تعرف هنعمل ايه. والله انا وصلت النتيجه وتاكدت منها ان احنا كنا قاسيين قوي على رحيم. مش كده؟ ادينا الموضوع اكبر من حجمه بكتير، كنا انفعاليين شويه، ولا ايه يا دكتور زين؟ كنا انفعاليين لان ده اخونا الكبير ومن حقنا ان احنا ننفعل، لكن الموضوع مش بسيط زي ما بنحاول نصوره دلوقتي، يمكن احنا بنبسطه عشان ما قدامناش حل تاني. ادي قلتها، ما قدامناش حل تاني، هي دي الحقيقه اللي لازم نتصرف على اساسها، ان احنا ما قدامناش حل تاني وان ده هو الحل الوحيد. انه يتجوزها؟ ان دي حالة عرضة يا دكتور زين، ممكن تمر بأي واحد فينا. الشطارة اننا ما نسيبهاش تغلبنا او تدمرنا، او على الاقل خالص ما نعرفش نمررها. لازم نشغل علينا زي ما قال يحيى وشاهين، وواضح ان رحيم نفسه ما عندوش حل تاني. يا جماعة الموضوع ببساطة ان ده راجل قلبه غلبه، احنا بقى مش لازم نسيب قلبه ده يغلبه، يغلبنا احنا كمان معاه يا دكتور زين. بالمناسبة رحيم قال لي جملة أثرت فيا أوي. إيه؟ قال لك إيه؟ قال لي لو إخواتك حسوا باللي أنا حاسس بيه لما جم يتجوزوا ما كانوش وقفوا في طريقي. والله رحيم ده راجل جميل أوي. يعني هو الوحيد اللي حب وإحنا كلنا كده ما حبيناش. موافقين يا عم رحيم؟ أخيراً طلع كبرنا، كبير الرومانسيين في الأزهر. بص يا دكتور زين، أنا عايزك تبص للموضوع ده على إنه لحظة ضعف وهتنتهي، بس إحنا لازم نساعده، نعتبرها نزوة وهتعدي، ولازم نساعده. سيبولنا الموضوع ده، أنا والدكتور زين هنتصرف فيه. لا لا يا سيادة المستشار، لازم نتصرف في ساعة تاريخه. حاضر يا سيادة النقيب، في ساعة تاريخه.